رغم الدعوات المتكررة من قبل المجتمع الدولي للالتزام بالتهدئة، إلا أن الميليشيا تصم أذانها وتستمر في حربها على محافظة تعز. ففي مديرية الوازعية غرب المحافظة اندلعت اشتباكات عنيفة بين الميليشيا والمقاومة الشعبية. وأفاد مراسل قناة بلقيس أن الاشتباكات اندلعت في موقعي المريرة وجبل الثبر بين الوازعية والمضاربة، وأدت إلى مقتل عنصرين من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، بالإضافة إلى تدمير آلية عسكرية. وتفيد الأنباء الواردة من هناك أن الميليشيا تعمل على حشد قواتها في المديرية سعيا منها لمحاولة التقدم باتجاه محافظة لحج. وفي المقابل أفاد مصدر عسكري أن قيادات المنطقة العسكرية الرابعة عززت بوحدات جديدة إلى منطقة كرش تأهبا لأي هجوم قد تقدم عليه الميليشيا. إذن هي الحرب الحاضر الأبرز في تعز، واستمرارها هو الجديد الدائم في يوميات سكانها.